السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم عشيوات متنوعه مع بشرى. اليوم غادي نوجد معكم هذا الكيك رائع وغزال في المذاق ديالو، فين يبان جينواز. غير جربوا البنات على حسابي وغادي يعجبكم وتولوا مدمنين عليه بزاف. فيتمني وجدته في اول فيديو عندي، ولكن وجدته دابا قبل الناس الجداد اللي دخلوا عندي. ترحب بكم الف الف مرحبا، وحتى نتوما مرحبا بكم الف مرحبا. وما نساوش عصير بارد ومنعش في هذا الصيف، رخيص وساهل وبسيط، راه كنشرو من محلات، ولكن دابا مع الفواكه اللي موجوده دابا علاش ما نستغلوش ونديرو هذا العصير؟ كيجي زوين خاسر، كيف كيجي الشكل ديالو، كيجي غزال. نتمنى هذا الفيديو نحط لكم اليوم الى الاعجاب ديالكم، ولا كنتو اول مره كتشاهدوا القناه ديالي ما تنساوش تشتركوا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد، وما تنسونيش باللايك، وما تنساوش بارطاجوا الفيديو مع الاهل الاصدقاء، تزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. بسم الله على بركه الله. اول حاجه غادي نبداو، غنبداو بالكريمه هي الاولى، غنصوبها باش نديرها في الثلاجه تبرد. هنا استعملت نص سيترون ديال الحليب، غنستعمل جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، ونستعمل جوج معالق كبار ديال الكريم باتيسيير. نصبغ الكريمه هي الاولى، غادي نخلط مزيان وغنستعملها فوق البوطه حتى تعقد الكريمه شويه. دابا هي الكريمه من بعد ما وجدات فوق النار المتوسطه مع التحريك المستمر، كيف كتجي بحال هكا. غادي نستعمل انا في هذا الاناء باش تبرد، كيف كيجي القوام ديالها. غنغطيها دابا بالبلاستيك وغنخليها على جنب حتى تدفى شويه، عاد يمكن ليا نستعملها في الثلاجه باش تبرد. ضروري البلاستيكه ما نهبطوها لتحت باش هاد الكريمه ما تجيش في هذيك القشره وتجي خاسره. دابا بالنسبه للمقادير ديال الكيك، راه عندي هنا ربعه البيضات، وعندي قفصه الملح، وعندي جوج كؤوس ديال الجزر خليته بحال هكا بالعبار باش تعرفوا العبار ديالو القياس، ها انت راه كيجي مدكوك. عندي هنايا جوج كؤوس ديال الجزر، وعندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده نفس العبار غادي نعبروا به، ونصف ملعقه كبيره ديال القرفه. القرفه غير ديروها راه كتجي زوينه في هذا الكيك، وخفيت مني مجربته معاكم. هاد الكيك وليت مدمنه عليه، زعما زوين وغزال في المذاق ديالو. هنا بالنسبه للمكسرات، مكسرات اختيار ديالكم، اي مكسرات متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوا، يا اما كركاع مطحون، اللوز مطحون، واخا الكاوكاو داك الصغير يكون بالقشره ديالو حتى هو تحمر وطحنوا حتى هو استعملوا حتى هو كيجي زوين. اي مكسرات متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوها. عندي هنا جوج اكياس ديال خميره الحلويات، وعندي جوج كؤوس ديال الدقيق الابيض، يعني العبار عطيتكم بالعبار وبالكاس ديال العنبه. بالنسبه للمول، انا غادي نستعمل هذا المول، دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق. دابا في الاناء نستعمل ربعه البيضات، ونستعمل قفصه ديال الملح، ونستعمل كاس ديال السكر سنيده، وغادي نطربو مزيان حتى تطرب سنيده مع البيض. عندكم طرب كهربائي يمكن لكم تستعملوه باش تختصروا الوقت. دابا غنبقى نطرب بحال هكا جيدا. من بعد ما خلطت حتى ذابت السنيده، غنستعمل كاس ديال الزيت، غنعاود نخلط مزيان. وانا كنخلط ونستعمل قرفه. كاين هاد الكيك اللي كيستعمل فيه حتى الزنجبيل، كنجبيه حتى هو اللي كيعجبو الزنجبيل يمكن لي يستعملو واحد ملعقه صغيره، حتى هي كتعطي واحد النكهه في هاد الكيك، حتى هي كتجي زوينه. غنخلط دابا هادشي مزيان. دابا غادي نضيف اللوز، انا استعملت هذا اللوز كان بقى عندي واحد شويه من العيد، هو استعملته دابا. واي مكسرات متوفره عندكم يمكن لكم تستعملوه. غنخلط دابا هادشي مزيان، وغنستعمل جزر. كما قلت لكم الجزر، جوج كؤوس ديال الجزر
كيف ما وريتكم في الكاس، كيكون الكاس يعني عامر مدكوك من بالجزر، والجزر يكون محكوك والحكة كرقيقة باش مني نطيبو الفران دغيا كيطيب. حاولوا نديروا الحكة كرقيقة كتكون حسن. طبعا نخلط هادشي مزيان وغنمشي دابا نشعل الفران ونخلي على نار متوسطة. عاد نجي نضيف الدقيق ونضيف جوج أكياس من خميرة الحلويات. دابا راني شعلت الفران خليته على نار متوسطة. هاد الصوت اللي كتسمعوا راه غير الفرفارة ديال الفران. غنستعمل دابا كاس ديال الدقيق، غنوريكم دابا بالعبار باش تجيكم الكيك هي هاديك في العبار ديالها. غنستعمل دابا جوج أكياس من خميرة الحلويات، غادي نخلط عاوتاني مزيان ونحاولوا نتابعوا الدقيق ونشوفوا الدقيق واش غيشرب ولا لا. الكاس الثاني ما نضيفوش خطره واحده على حساب نوعيه ديال الدقيق. وهاد الكيك غير جربوه راه غزال في المذاق ديالو، زعما كنفضلوا على الجينواز كيجي غزال وساهل والمذاق ديالو زعما ما نعاودش لكم عليه، مازال غتجربوه وغادي يعجبكم. ولا جربتوا ان شاء الله ردوا عليا الخبر وقولوا لي كيف جاكم الكيك، واي وصفه من الوصفات ديالي اللي كنتو كتجربوا محتوما ان شاء الله قولوا لي كيف كيجيكم الوصفات ديالي، كيف كيجيكم هادشي اللي كنوجد لكم. القناه غير باش نستافدوا من بعضياتنا، ما فيها باس استفدت انا منكم ولا كانت شي حاجه انايا تستافدوا مني علاش لا. دابا غادي نضيف كاس ثاني غادي نزيدو. هو دابا الكاس الثاني انا حيت عارفه القياس اللي كنستعمل، انا هاد الكاس الثاني غنديرو كامل يجيني هو هذاك. نتوما على حساب نوعيه الدقيق، لا كتسوا الدقيق كل مره كتاخذوا الدقيق في شكل، يعني هذا الدقيق كيكون مختلف. ولا بغيتوا العبار يجيكم هو هذاك في الحلويات ولا في اي كيك، بالاحسن خذوا الدقيق ديال الحلويات خاص بالحلويات، راه كيكون العبار ديالو هو هذاك. دابا غادي نخلط مزيان حتى تخلص الدقيق. ها هو البنات من بعد ما خلط مزيان كيف كيجي القوام ديالو مع الجزر مع الدقيق كيجي بحال هكا. غنستعملو دابا في المول وغندخلو الفران حتى يتحمر من التحت ومن الفوق، ومن بعد غنخليه حتى يبرد عاد نوريكم كيفاش غندير ليه الطريقه ديالو وكيفاش التزيين كيفاش غنستعملو. غنشارك معاكم كل شيء كيف كيجي الخليط، نتمنى يكون واضح ليكم. صافي دابا ندخلو الفرح، نقربو ليكم بعدا باش تشوفو على القرب كيفاش كيجي مع الجزر كيبان حمار مع القرفة راه كتبان حتى هي. غير جربوها البنات راه كيجي واعر في المذاق ديالو. دابا غادي نستعملو الفران. هاهي الكيكة البنات من بعد ما طابت وبردت كيف حتى تجي، غادي نقطعها من الوسط غير قطيعة وحدة نقسمها على جوج، وهاد الوجه الفوقاني هو اللي غيجي في التفصيل. نتوما تشوفوا معايا غادي نقطعها غير من الوسط بحال هكا، غادي نطراسيها غير بالموس، ومن بعد غادي نستعمل الخيط. الخيط كيجي ساهل في التقطيع ديالها. غادي نستعمل لها الخيط من الوسط بحال هكا من بعد ما طراسيتها بالموس. كندير لها بحال هكا الطريقه كتجي ساهله. من بعد ما قطعتها قلبتها غنستعمل هاد نفس الاطار، غنهز هادي اللي قطعت الوسط نرجع نفس كيف كيجي، كنقسمها غير على جوج وهذا غيبقى هو الفوقاني. دابا هي الفايمه اللي كانت درتها في المجمد باش بردت، دابا مع الجو سخون ما كتبردش دغيا. دابا راه بردات غادي نخلطها مزيان. كنتو درتوها قاصحه بزاف غديروا لها طراب كهربائي باش تعاود ترطع. دابا هاد النص الوجه ديالها الفوق هو اللي كان جا لتحت،
دابا هاد النص الوسطاني هو اللي غندير ليه الكريمه من الوسط، غادي ندهنها كامله ومن بعد غنحط هذه بحال هكا نحطها فوق منها وغندهنها كامله بالكريمه، ومن بعد تشوفوا معايا التزيين ديالها والشكل النهائي ديالها كيف كيجي. ها هي من بعد ما حطيتها نضغطوا عليها بحال هكا، درنا الكريمه مزيان لداخل باش تجي شاربه الكريمه، هي كيف ما كتشوفوها من الجناب. دابا غنستعملها من الفوق وغادي ندهنها عاوتاني كامله. دابا البنات غنوجد معكم العصير ديال الخوخ، يعني ساهل وبسيط. عندي هنا جوج شهديه وجوج ديال الخوخ، الاختيار كيبقى ديالكم، اما ديروا ربعه شهديه اما ربعه خوخ اما تخلطوهم. انا بعض المرات كنخلطهم، كاين بعض المرات كنديرهم في المجمد وقت اللي احتاجيتهم كنستعملهم. وعندي هنا جوج ليمونات حتى لثلاثه، الاختيار كيبقى ديالكم والحساب العصير. غادي نقطع دابا هذا غنديرو بالقشره ديالو، غنحيد لي غير الزريعه اللي كاينه الوسط هي اللي غنحيدها غادي ندي. وبالنسبه للبرتقال غنحيد لي القشره ديالو كامله وغنخلي غير داك الليمون اللي كيكون لداخل هو اللي غادي نقطعو وغادي نستعملو وسط الكاس. نحيد دابا هاد القشره كامله، دابا حيدتها كامله غادي نقطعها قطع مربعات ولا على جوج ولا على ثلاثه على حساب الكاس اللي عندكم. صافي دابا غنقطعهم كاملين، هادو غنديرهم بالقشره ديالهم حتى من بعد غادي نعاود نصفي كل شيء. ها من بعد ما قطعتهم كاملين بكل شيء اليوم كيف ما شفتوا معايا، دابا راه تبارك الله الخوخ والشهديه دابا راه موجودين في السوق والليمون، غير استغلهم وقطعوهم وديرهم في المجمد. دابا غادي نستعمل الماء تقريبا لتر ديال الماء، ديك الساعه غيبقى الماء على حساب الخطوريه ديال العصير. غادي نطحنهم دابا مزيان، دابا ها هو من بعد ما طحنته مزيان غادي نستعملو هنايا وغادي نصفي ديك القشره ديال الخوخ والشهديه ديال الليمون حتى هو، غادي نخلط هادشي مزيان. كنستعمل انا هاد الطراب اليدوي كيجيني ساهل بحال هكا دغيا كيتصفى، اي حاجه بغيت نصفيها كنستعمل طراب اليدوي، يمكن لكم تستعملوه غتجيكم ساهله ماشي بحال معايا نقول شي حاجه اخرى. صافي غادي ندير بحال هكا حتى تصفى العصير مزيان. ها هي دابا هادي غادي نحيدها غادي نقيسها، غيبقى غير الماء اللي لتحت. دابا العصير اش غندير معاه؟ غادي ندير معاه الجزر مسلوق، جزر مسلوق غادي نستعملو حتى هو في الكاس غادي نطحنو. الجزر هو اللي كيعطي واحد البنه واحد المذاق في هذا العصير، يعني كيف ما قلت لكم كلشي متوفر في الدار، الخوخ كاين الليمون كاين الجزر كاين، كنخسرو عليه غير جوج دراهم ديال الياغورت. انا دابا غنوريكم هذا الياغورت ماشي غنوريكم داك، تاخذوا ياغورت ديال الخوخ اما ديال الخوخ اما ديال الفواكه اما ديال الاناناس، ما تاخذوش ديال البنان او ديال الفاني او ديال شي دانون اخر، راه ما غايجيكمش مزيان في العصير. بالاحسن خذوا ديال الخوخ حتى هو كيعطي واحد النكهه واحد المذاق زوين. حاولوا ما ديروش مجمد بحال اللي درتو انايا، انا كناخذ تقريبا شي ثلاثة ولا أربعة بحال هكا وكنخليهم في التلاجة وقت اللي كنبغي العصير كنستعملو. غادي نستعمل كاس ديال كاس معامرش ديال السكر سنيدة. هو هاد العصير كيف ما كيجي حلو كيف ما كيجي زوين كيف ما كيعطي نفس المذاق اللي كنشروه من على برا. نستعمل هذاك العصير اللي كتصفيت، غادي نرجعو عاوتاني نطحنو مزيان. هذا هو العصير من بعد ما طحنتو، دابا هو شويه خاتر. غادي نزيد هذاك اللي كان بقى في الاناء درتو هنا في القرعه، غادي نزيدو على داك النص اللي باقي وغنزيد تقريبا شي نص كاس ديال الماء، ومن بعد غتشوفوا كيفاش جا العصير. هذا هو الشكل النهائي ديال العصير كيف ما وجدته معكم بطريقه سهله، وهذا هو الكيك حتى هو كيجي زوين في الصيف في الجو البارد، كيجي غزال حتى في المذاق ديالو. نقطعو قدامكم تشوفوا كيف كيجي من الداخل. نتمنى الفيديو اللي حطيت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم. هذا كنتو مازال باقيين ما درتوش لايك، ديروا اللايك وزيدوا تشجعوني اكثر واكثر. ثم نوريكم كيف كيجي هذا الكيك،
كيف كيجي من الداخل، الشكل ديالو زوين. حطوه هنا، غير جربوه البنات، راه غزال هذا الكيك في المذاق ديالو، راه تولوا مدمنين عليه ويحماقوا عليه الوليدات صغار وكبار. نتمنى الفيديو اللي حطيت لكم اليوم ينال الاعجاب ديالكم، ونلتقي في فيديو اخر ان شاء الله.